نجمة صباح على نجمة FM. شهر سبتمبر 2020، الرأي العام اهتز على قضية رحمة، عملية اغتصاب وذبح الفتاة رحمة، وروجلها الإعلام وقتها بطريقة أنه القاتل كان عادي، كان من ولاية القيروان، ولغرض ما تمت أنه اليوم تحت حالة، اليوم وضعية عادية، تم الاغتصاب والقتل رحمة. ولكن تطورات اختير عرفتها القضايا ذي والتسريبات اليوم وكأنه فيها شبهة فساد بامتياز، وتورط عديد الشخصيات السياسية النافذة في تونس. بأكثر التفاصيل حابين نعرفها مع ضيفنا اليوم الدكتور صاحبي العمري، عميد شبكة المدونين الأحرار. الانترفيو. سي صاحبي صباح النور. صباح النور، أهلا بك. نشكرك على تدخلك معنا سي صاحبي. يعيشك، بارك الله فيك، يعيشك. قبل ما نبدأ في موضوعي، في موضوع رحمة، ديما نطرح نفس السؤال على ضيوفي الكل، ماذا يحدث في تونس بصفة عامة سي صاحبي؟ أيوة، اليوم زاد أحديثنا مش يكون حول قضية رحمة اللي هزت رأي العام، مش بين قضية بين قوسين، قضية عادية اغتصاب وقتل، ولكن كل يوم نتفاجئ بتصريحات جديدة، وكل يوم نتفاجئ بحقائق كشفتها سيادتك أنه فما علاقة بين مقتل رحمة والنائب الحالي والوزير السابق السيد مهدي بن غربي. نعم سيدي، نعم. حابين ناخذ أكثر تفاصيل مع سيادتك. باهي سيدي، احنا توا نعيشوا في عهد الرداءة، فهمتني؟ ومش غريب وقت اللي تنقلب مع المعايير والأخلاق، فهمتني، يحدث ما يحدث حاليا في تونس. ولهذا العملية ذي روجلها شريحة من الإعلاميين أتحفظ على وصفهم أو تصنيفهم، فهمتني، والشعب يعرف شكون بالضبط، فهمتني، ونصب رواحهم منبر قضائي يبرقوا شكون يحبوا ويدينوا شكون يحبوا، فهمتني. ومن جملة اللي صار تناولوا موضوع نتاع الرحمة الأحمر بتضليل تام، لا أظنه يكون بريئا، فهمتني، خاطر غابت. نعم، وين صار التضليل سي صاحبي؟ في بيننا احنا قضيه اغتصاب، معناتها كيما قدموا هنا، وين صار التضليل؟ التضليل صار في التحقيق اللي نقلته احدى القنوات، فهمتني، غابت فيه الحرفيه والمهنيه، وجاء فيه حذر فيه الخبز، فهمتني، الخبز والتواطؤ بالتستر على مجرم خطير، فهمتني، تستر على مجرم خطير. المجرم مش هو اللي تم إيقافه وتم التعرف عليه، مش هذاك هو المجرم الخطير سي صاحبي؟ لا 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 لا، شكون المجرم الخطير؟ أنا شوف، مش أقولك حاجة، أول حاجة القضية هذه الأطراف المتداخلة فيها ليست لي بهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة، أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، فهمتني، كسوا عائلة رحمة الأحمر ربي يرحمها، ربي يرحمها وربي يصبر أهلها، فهمتني، أو الأطراف الأخرى المتداخلة، ولا الشخص المقبوض عليه أخيرا، فهمتني، واللي قيل أنه هو الجاني أصيل القيروان، ولا النائب المهدي بن غربية، ما عندكش حتى بيه علاقة شخصية ولا ما عندي لا علاقة ولا مصلحة ولا معرفة ولا حاجة، فهمتني. ما علاقة قضية رحمة بالنائب مهدي بن غربي؟ لهنا يكمن مربط الفرس، وهو ما تستر عنه الإعلام وضيوف الإعلام، فهمتني، أو ضيفة الإعلام، الضيفة الرئيسية التي سوقت نفسها بطلة في الكشف عن الضحية، زميلتها اللي تخدم معها اللي قالت أنا تبعت الحكاية وعرفت اللي هي في البلاصة هذه اختفيت. زميلتها هذه اسمها ناجية الزيادي، مسمية روحها نادية، هذه قدمها الإعلام
احدى القنوات التونسيه قدمتها على اسم ناديه. ديجا التضليل بدا لهنا فهمتني، اخفوا الاسم نتاعها. ثم لم يتطرق الصحفي الى تحديد مهنتها والصفه اللي قدمت روحها بها الزميله ايه، لكن كيفاش تخدم مع رحمه، ولكن هي عرفتها في الشغل في الشركه. الشركه هذه كانت دبليو اس شركه مختصه في شو اسمه الكوميرس انترناسيونال، التجاره العالميه، التجاره العالميه، على ملك شو اسمه مهدي بن غربيه النائب الحالي والوزير السابق. ايوه به، وعضو في حزب تونس. تحية تونس، حزب تحية تونس. هذا يا سيدي معناتها تنازل لشقيقته ليلى فهمتني على الشركه عن طريق الوكاله والتي هي جيرانت، وعمل شركه اخرى كرونوفريت هذه حط فيها شخصية واجهة هي الشركة متاعو. فهمتك. النادية الزيادي هي عرفت المرحومة رحمة فهمتني، عرفتها في الشغل. وناجي هذه الدور متاعها أنها ترصد البنات اللي يخدموا في الشركه. فوالا فهمتني، فوالا رصدت رحمه المرحومه رحمه، وتطورت أيوة. العلاقه من مجرد عامله في الشركه هذيا الى علاقه شخصيه مع المالك المؤسس اللي هو مهدي بن غربي. هذا اللي فهمته انا في ستاتيو. اي لكن عائلتها، عائله رحمه هي سوقت نفسها الصديقه الحميمه نتاع رحمه، لكن في الاصل معرفة عادية. فهمت. ماشي العلاقة الوطيدة جدا مع انت صحابك. أيوة. حسب التصريحات نتاعها ما هيش ما عندهاش ما احتكي انا يعني ميانتي من العائلة، يبدأ البو يعرف ولم تعرفه فهمتي، ويدخل العائلة فهمتي. البو ما يعرفهاش فهمتي، وقال في الجنازة وبعد الجنازة اللي عمره ما شافها ونكرر فيها كارما. شكون نصدقوا لهنا؟ نصدقوا هذه نادية ولا نصدقوا البو اللي سوقت نفسها؟ المرحومة رحمة كانت عندها علاقة مهدي بن غربي وهددته بكشف هذه العلاقة، هذا اللي فهمته زاد من نص التدوين. ايوه، لكن مش هذا برك، لكن هذا ما يروج. احنا في الشبكة نقلنا بأمانة ما تتناقله الألسن. فهمتك. ولكن يبدو كونه في إطار العمل فاقت بعض التجاوزات والخروقات اللي يقوم بها شو اسمه سي مهدي في صلب الشركة. فهمتني. تعرفت إلى خروقات يقوم بها سيد مهدي من غربي ولا وغدت بكشفها. فهمتك. فهمتني. خطيرة لهنا، خطيرة الأمور. هذا المنعرج. أيوة. هذا المنعرج معناتها. ولا لهنا قرر التخلص منها. قرر التخلص منها. أيوه، ما تمش حتى ثنية. أشكون همزة الوصل أو عنصر التنفيذ اللي عنده؟ نيجي. اللي يجيبها هي نادية. ولهذا وقع قتل شو اسمها رحمة في مكان ما هوش المكان اللي لقاو فيه الجثة. فهمتك. في مكان اخر وبعد هزوها للجثة غادي، ومن بعد هذيك مشات عملت رصد المكان فهمتني، وبعيد على الاعين، وقع التخلص من الجثه. انا ما في التدوين ما قلت سري نادي اللي قتلت، لكن هنالك ثم عصابه
تترأسها نادية؟ قامت بالتنفيذ. فما عصابة تترأسها نادية؟ تترأسها وإلى الشركة فيها ما نعرفش أنتو كعذواء. من الضحية اللي تم إيقافه قدمهون اللي هو مغتصب وقاتل رحمة. ضحية عرضية كيكا لبسوا القضية بصفة عامة. لك لهنا رحمة وقع اغتيالها يوم 21 سبتمبر. بيه؟ وقع الكشف عن الجريمة يوم 25. صحيح. 4 أيام من بعد. لكن شنية سبة الكشف؟ هو حصول الجاني المزعوم على هاتف جوال. صحيح. من عند أحد الأشخاص. وبعدها بساعتين أو ثلاثة وقع القبض عليه. ابني توا معناتها من الغباء باش واحد يقوم بجريمة شنيعة. معناتها حصلوه مدوله التليفون هذايا وهو حصل حط البيس نتاعو. أنا ليس الدفاع عنها ولكن تقاطعات التصريحات الموجودة. الطب الشرعي شنو اللي أثبت الطب الشرعي سي صاحبي؟ لا إذا نقول لك حاجة احنا ما عنديش فكرة بالضبط. فهمتك. تسمع فيا؟ اي معك. اي ولكن نحكي لك التصريحات. فهمتك. التصريحات اللي تعديت في المنبر الإعلامي. نعود ذكر سيد المستمعين نضيفنا اليوم وحوارنا مع الدكتور صاحبي العمري عميد شبكة المدونين الأحرار. رجعنا مع حول قضية رحمة وعلاقتها مع ناجية وعلاقتها مع الوزير السابق سيد مهدي بن غربي. قبل ما نختم معك سيد صاحبي، سيد مهدي بن غربي أعلن أنه بش يقدم قضية بسيط كذا في ارتيكل صادر بأحد الصحف الصادرة لليوم. شو إذا نقول لك أنا أتحديه بسيشكي أتحديه اسمع فيا التحديه بشي التحديه ثم التحديه ثم التحديه بش يشكي على خاطر وقتها باش يسمع. فهمتني؟ ماهوش تهديد او تفاصيل مسؤوليتي. انا كتبت ومازلت باش نزيد نكتب بعد تفاصيل اخرى دوب ما تحصلوا عليها في الشبكه. الـ مش معناتها كي بش يشكي راهو بريء. واحنا في الشبكة مادام لم نسمح معطى آخر هام منذ وصل بلغتنا المعلومات هذه ونشرناها غابت عن الأنظار. صحيح. شو اسمها؟ ناجية. ناجية ناجية الزيادية وناجية بالضبط. أي اختفت ولا فهمتني؟ ونزيد نقول لك حاجة، اللي الإيقافات وصلت توا تقريبا 4 أشخاص. لو سلمنا أن المقبوض عليه أو الجاني المزعوم هو اللي قام بالعملية هذه كهو اعترفوا في الحديث، فهمتني؟ لكن يبدو كونه شخص ذي مختبل عقليا حسب ما يروج. فهمتك. وما هوش الجاني الفعلي. موضوع مازال للمتابعة، وهذه مرة أخرى كشفنا الحقيقة مازال متواصل. دكتور صاحبي العمري مرة أخرى سعيد جدا بحواري معك اليوم مباشرة على راديو نجمة فهم عميد شبكة المدونين الأحرار حول علاقة قضية رحمة ومهدي بن غربية. أكثر التفاصيل كل ما يبدأ جديد سيد الدكتور باش يبدأ معانا مداخلتك مباشرة تتسويت فلاش انفول 8:30. ما تبعدوش حنا راجعين. نهارك مرتاح واسمع نجمة صباح.